انا ان شاء الله في مولود على القريب كمان ايام بسيطه ان شاء الله. الله يحفظك. فكنت عايز هعمل العقيقه والاضحيه، ينفع؟ يعني الاضحيه في بقره ولا ايه؟ في انا واخد نص بقره. نص بقره ينفع اضحيه الولد سبعان ولا الولد سبعان في العقيقه والاضحيه سبعه واحد، ينفع؟ اللهم المستعان، انا امشي على كده. طيب استنى سؤال بقى، البقره اسمع اسمع، البقره لازم تتوفر فيها الشروط، لان الاضحيه لازم فيها توفر الشروط. اللي هي البقره اللي هي سنتين يعني. ايوه ماشي ماشي ماشي، فهمت انت؟ السلامه من العيوب.